بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنواصل درسنا في درس مصطلح الحديث بقراءة الكتاب من أطيب المنح في علم المصطلح. وفقني الله وإياكم في دراسة هذا الكتاب وتطبيق ما فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المحكم ومختلف الحديث. وقال المؤلف: الخبر المحكم هو الخبر المقبول الذي سلم من معارض لمثله، أي بمعنى خبر الذي لا يعارض فيه حديث آخر، خبر الذي لا يعارض فيه حديث آخر. كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر وليس فيه المختلف بينهم، هذا يسمون حديث المحكم. وحكمه وجوب العمل به، وغالب الأخبار من هذا النوع معروف. ثم المختلف الحديث هو المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، هو المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. إذا ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماذا يرجع إليه عند تعارض الخبرين المقبول؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تعارض الخبران مقبولان، أي بمعنى كلاهما ليس بالضعيف ولكن مقبول كلاهما، يرجع إلى ما يلي: الأول، إن أمكن الجمع والتوفيق بينهما بغير تكلف وتعسف فلا يصار إلى غيره. أي الأول شيء، إن كان هناك تعارض بين حديثين الخبرين، الأول شيء الذي يفعل المجتهد يعني الجمع بين خبرين. مثال ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فروا من المجذوم وفرارك من الأسد، أي رواه شيخان. وكذلك هناك حديث: لا عدوى ولا طيرة، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ظاهر ذلك التعارض حيث أمر بالفرار من في الأول ونفي العدوى في الأخير، كأن هذه فيه تعارض، أي بمعنى الأول عليكم أن تفروا من كل المجذوم وكل الأمراض الذي يوجد في البلاد، وثاني قال أن ليس فيه العداوة، أي بمعنى لا ينتقل المرض من الشخص الأول إلى الشخص الثاني أو الآخرين، مع أن في حديث الأول عليكم أن تفروا من عنده المشكلة ومن عنده المرض. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها كما كان يعتقد أهل الجاهلية، ولكن الله سبحانه وتعالى ينقل هذا المرض من شخص إلى شخص، ليس بمعنى أن هذا المرض ينتقل بطبعها كما يعتقد أهل الجاهلية. وكذلك بعض الأطباء الذي قال أن هذا الأمراض ينتقل وحده وينتقل كما هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله مخالطة المريض للصحي سببا لإعدائه مرضه، أي بمعنى الله سبحانه وتعالى ينقره على تقديره وحكمته. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. إذن أول شيء أن يفعل الشخص أو مجتهد حينما يريد، حينما وجد أن هناك حديث متعارض بين حديثين متعارضان، عليهم أن يجمعوا أولا، ثم بعد ذلك هناك طريق آخر إن لم يمكن الجمع، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن لم يمكن الجمع بين الخبرين يرجع إلى التاريخ، فإن علم فالمتأخر هو الناسخ للمتقدم ويعمل به، أي بمعنى المتأخر هو الذي يحكم به والمتقدم وهو الملغى، وهو الملغى، لأن الناسخ والمنسوخ يكون الأخير الذي ينسخ الأول. والثالث، وإن جهل التاريخ
وأمكن ترجيح أحد الخبرين بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالسند أو المتن فالمصير إلى الترجيح. إن كان عرف أن من الأسانيد الرواة من الخبرين المتعارضين إن كان هناك أقوى من الآخرين فيؤخذ بترجيح، أو إن كان هناك خبر حسن ثم هناك خبر الصحيح إذن يأخذ الصحيح من الحسن. وبعد ذلك وإن تعذر الترجيح يتوقف عن العمل بهما حتى يتبين للناظر وجه الترجيح. إن كان ما وجد الترجيح الجمع ثم بعد ذلك ناسخ المنسوخ أو تاريخ وبعد ذلك ما يستطيع أن يرجح هذا، إذن يتوقف ينتظر مجتهد الآخر الذي يأتي بهذه المشكلة ثم يتبين عليه وبعد ذلك يطبق بهذا. إلى هنا درسنا إن شاء الله، نحن سنستمر في درس آخر. وفقنا الله وإياكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.